سيس تيري. هللويا مارو تشانس خنتي إكليسيا أنت بفلا أوس أو مارو اسمو إيروفيت كسدرا أنتني برزفيت إيروس جي أفكو إن أوميت يوت إم فريتين هانسو إف إن أفن جينيات سوتون وو إف أو أو نوف أف أوركن جي إم شوي سوين فوقهم إن سيف جين سكباب ويب شايني قطع التقسيم سم الشيس ايدك بشوي نصوي نام مك بن يوتس قوى بن بطريار شيس بابا أبا تودرس بما اصناف نم بن يوتن ابس كوبوس أبا صا آني شو سيف اري بتنون Stasite meta vovosi o acosomento agio Evangelio. Την ζευγής νέο χαραφράνι ψες εν τένι γομ κύρια φλούγος ον οκτώκα τα Ιωάννην Αγίου Ευαγγέλιο δοξάνος μας. Δοξάσι κύριε. اسمع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطائر بركاته على جميع Sotiris ut ben orotelenis ut beresus ifshirem nutat mon chavi un avshane biufa ben nuti veshane te ben etiru ami. Vonksan sin kereye. الملك الطاهر بركاته على جميعنا وأنا لقد أكرم علي جدا أضفياؤك يا الله واعتزت جدا رئاستهم أحصيهم فيكسرون أكثر من الرمل في كنيسة شعبه وليباركوا على منابر الشيوخ لأنه جعل اليبوع مثل الخراف ويبصر المستقيمون ويفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن إلى الأبد على تقسيم الشيء صدق الرب عن يمينك يا بن الطاهر البابا البطريرك الأنبات ودروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا صليب
أرب يحفظ لنا حياتكما أمين باسم الرب إله الكوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد بعدما أكلوا قال يسوع لسمعان بطرس يا سمعان ابن يونا تحبني أكثر من هؤلاء قال له نعم يا رب وأنت تعلم إني أحبك قال له ارع خرافي ثم قال له أيضا ثانية يا سمعان ابن يونا تحبني قال له نعم يا سيدي أنت تعلم إني أحبك قال له ارعى غنمي قال له ثالثة يا سمعان ابن يونا تحبني فحزن بطرس لأنه قال له ثلاث مرات أتحبني فقال له يا رب أنت تعلم كل شيء أنت تعلم إني أحبك قال لو ارع خرافي الحق الحق أقول لك لما كنت شابا كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء ولكن إذا شخت فإنك تبسط يدك وآخر يمنطقك ويحملك إلى حيث تشاء قال له هذا مشيرا إلى آيات ميتة كان مذمعا أن يمجد الله بها ولما قال له هذا قال له اتبعني فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه ويتبعه وهو أيضا الذي اتكى على صدره وقت العشاء وقال يا سيد من الذي يسلمك فلما رأى بطرس هذا قال ليسوع يا رب وهذا ما له قال له يسوع إن كنت أشان يبقي حتى أجي فما زالك اتبعني أنت فزاع هذا القول بين الإخوة أن ذلك التلميذ لا يموت ولكن لم يقل له يسوع أنه لا يموت بل إن كنت أشاء أن يبقى حتى آجي فماذا لك هذا هو التلميذ الذي شهد بهذا وكتبه ونعلم أن شهاداته حق وأشياء أخرى كثيرة صنع يسوع إن كتبت واحدة واحدة يظن العالم نفسه لا يسع الكتب المكتوبة